في الفخ يا سالم. لا تكلمش حد يا أختي، وأنا بجيب لك كثير حلويات. بجيب لك مصروفي حق يومي. تمام، بفكر في الموضوع. أنت عارفة يا ماما، سعدون يأكل من البطاطا اللذيذة كل يوم. كل يوم يا ماما وما يمرض. أها، بس لازم نكون حذرين دائما، أحيانا المرض ما يظهر على طول يا سالم. ها كل يا سالم هذه المانجو، المانجو مفيدة وصحية. لا شكرا يا ماما، أنا شبعان. ها سالم، قل لي، عجبتك سندوتشات اليوم؟ أكلت من الشارع يا سالم؟ سالم سالم. ها أسامة يناديني يا ماما، بروح أشوفه. هو أنت مرضت ولا لا؟ ها مرض؟ مرض من؟ رحت أسأل عن سعدون، لقيته راجع هو وأمه من المستشفى، مريض جدا، وجهه مصفر وشكله ما عاد بيلعبش معانا بعد اليوم. يستاهل اللي حصل له، ما رضاش يسمع نصيحتي وبين حرب من اللعب. تمام تمام، اليوم معي حاجة كثيرة أعملها، ما بلعبش معك اليوم، مع السلامة. طيب مع السلامة. وين اللي وعدتني تجيبه لي؟ ما معيش الآن يا فرح. ماما شش، اهدئي خلاص، حاضر بجيبه لك. ها هذا مصروفي، اشتري فيه وبرجع اجيبه لك حلوى. حتى فارق السن بين سالم وبين أخته ما عاد نفع. قالت ماما أنها صحية، باكلها كلها وما بمرض مثل سعدون ابدا. دانا 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 دانا. اليوم بعمل مفاجأة للكل، عشاء معتبر. دانا 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 دانا
دانا دانا دانا دانا. هم 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 هيا يا حبيبتي، خذي هذه الأطباق لداخل عشان نتعشى. حاضر بابا. بعيدا عن موضوع الإسراف في أكلها، أنت غسلت يدك؟ مسكين سالم، من الصباح ما أكل إلا سندوتشات، وما أكل المانجو ولا أكل شي ثاني. أكيد أنه مريض. وصل، وصل العشاء. سالم، سالم، هيا حبيبي تعال تعشى. بروح أدعي. سلمت يدك يا أبو سالم. شكرا لك يا دكتور. سالم أخي أنت بخير، برجع لك الحلوى حقك والمصروف. غلطت مرتين يا سالم، مرة لأنك أكلت من البطاطا حق الشارع، ومرة لأنك أكلت المانجو بشراهة، يعني كثرت المانجو وما أكلت أكل ثاني معه ولا حتى غسلت يدك. أنا آسف يا ماما، كنت اشتري كثير من الأكل الصحي علشان ما أمرض مثل سعدون. لا بأس يا سالم، الحمد لله إنك بخير الآن. الأكل الصحي يبقى صحي إذا أكلناه باعتدال. يعني تأكل متوسط وما تكثرش منه. هيا الآن نروح البيت، وعزيزة معها كلام كثير لك عن هذا الموضوع. عزيزة؟